يصفتم بالطواغيت. ما تنحملش المتشددين. تنتفاجئ بأنها مشات هي والبنات لداعش، ولكن بوحدي في المواجهة. بون، القصة ديالي كيفاش نبداها لكم؟ في سنة 2005 تعرفت على واحد السيدة مهاجرة في الديار الفرنسية، بحال أي زواج مختلط تعرفنا تزوجنا. قبل ما نتجمعوا رزقنا الله بنية، مباشرة من بعد ما تولدت البنية الأولى في سنة 2006 لقينا صعوبة في التجمع، لأن خصها تخدم 12 شهر كونتيني، وكان عندها شوية الصعوبة باش تخدم وتقابل البنت في نفس الوقت، مما اضطرني أنا باش نمشي عندها بطريقة غير شرعية، يعني التحقت بها باش نخفف عليها الأتعاب ديال داكشي اللي ممكن دير باش تديني بطريقة قانونية. بون، هادي كانت الحاجة تقريبا الغلط اللي درت، لأنني مشيت بطريقة غير قانونية، وما صعيب باش تعيش في فرنسا بطريقة غير قانونية ولو يكون عندك الولاد، سيغتو في لا بيريود فين مشيت أنا. مشيت تقريبا كان ساركوزي يلاه طلع تغير القانون، ما بقاش لقاء ديال اللي عنده الولاد راه يعيش تما ويخد الوراق. بدات الصعوبات في حياتنا. شدوني المرة الأولى في 2008 ردوني، مباشرة من بعدها بثلاث شهور رجعت، كانت ترزقت عندنا البنت الثانية، ترزقنا بها الحمد لله في 2008. رجعت في 2009، لأن في النهاية ديال 2008 فين ردوني ورجعت في 2009. تما عاود ثاني بحال السلطات الفرنسية عارفاني رجعت، بغاتني نرجع للبلاد باش نرجع بطريقة قانونية. يعني ردوني المرة الثانية في سنة 2009. المرأة ما استطعتش باش تخدم ودير لي تجمع عائلي، بقات كتمشي وتجي فرنسا المغرب فرنسا المغرب، حتى سنة 2013 قررت باش تجيب البنات ونستقروا هنا في المغرب. فعلا حتى انا قبلت الفكرة، لان عييت في ديك الساعة نمشي ونجي ونتسناهم تيجيو. في سنة 2013 كما قلت لك جاو تجمعنا هنا في المغرب، عشنا واحد المدة ديال 6 شهور او 7 شهور. كانت الامور عاديه، لان تقريبا السيده فاش تعرفت عليها كانت ملتزمه، ماشي من النوع، ماشي متبرجه وماشي، الحمد لله كانت اي مره يتمنى راجل مسلم بعدا. ولكن في سنه 2013 بدا واحد شويه التطرف تيبان عليها، بدا دار الغلو في الدين. ما فهمتش انا كاين اللي تيقول لي هذاك الشيء سي نورمال يكون في الدين، شي حوايج ما نفهموهمش، خصنا الناس الاخصائيين في الدين اللي يفتيونا فيهم. على سبيل المثال ما تسلمش على الرجاله ولو يكونوا من عائلتي، عام من اللي ما تسلمش عليهم تمنعني انني نسلم على العيالات. ما عليش قبلت هذه المسائل، هذو ما جاونيش بلا غرافو، قلت ماشي مشكل. ولكن شويه بشويه بدا هذا الشيء تيكبر كبر لدرجة ولات تقول لي لا هذه ماشي بلاد المسلمين، ما يمكنش نعيشوا هنا. الا خرجت مثلا عاد بالطوموبيل دير لي كوست ترجع تقول لي لا ما المسلمين ما تيتعاملوش هكا، تيبقى لها شي مشكل عام شي طاكسي او لا شي شيفور عادي تقول لي هز عليا يدو عايرني. هادشي ما يمكنش انا نغير المغرب كامل على حسابها. صافي قررت باش تهز البنات ترجع لفرنسا في 2013. انا ديك الساعه عييت، قلت لها يا اما نطلقوا يا اما شي حل، ما يمكنش بحال هكا. الوقت فين هضرنا على الديفورس قالت لي ما يمكنش نمشيو نطلقوا عند الطواغيت، الادارات المغربيه وصفاتهم بالطواغيت. صافي انا تاكدت بلي راه ما بقاتش نورمال، ومشيت تنتسنى الحل اللي يجي من عند الله، ولا حتى تجي، ولا حتى هي غادي تكون احتاجت ديك الورقه ديال الديفورس ديالها. حتى واش 2016 ولا 17 تنتفاجئ بانها مشات هي والبنات لداعش. اون فيت نسيت بان فاش مشات حامله بولدي في 2013 في الاخر ديالو، مشات حامله به، ما شتوش، ما اتصلش بيا حتى ولداتو، يعني شي 7 شهور او 6 شهور من ورا مناش فاش مشات عاد اتصلت بيا قالت لي راه تزاد عندك ولدك اللي كاين. قلت لي شنو نديرو دابا؟ قالت لي صافي ما كاين ما نديرو. الوقيته فين غادي نعرف بان راه مشات لداعش؟
ما تنتصدم ما عرفتش ما ندير، درت الاجراءات ديال القانونيه انا مع السلطات، ما داش بزاف ديال الوقت حتى توصلت بخبر بانها مات هي والولد وبقاو البنيات عايشات، وحده صغيره مضروبه بشي قرطاسات اخترقات ليها دراعها تشللات، الكبيره مسكينه ولات بحال بسيكو ما بقاش نورمال على حسب اللي كانوا تيعاودوا لي في التليفون. ومن ديك الساعه وانا في الاجراءات مع الدوله وصلنا حتى لقبه البرلمان، ريحنا مع السي وهبي شكل لجنه وزاريه وعدنا بانه غادي يجيبهم رغم الاشكالات اللي كانوا عندهم في الجانب الامني وعند التخوفات حنا تنعذروهم من الناس الكبار اللي كانوا ممكن يكونوا متطرفين ويجيو يؤذيو البلاد. ولكن في الحاله ديال بناتي وتقريبا شي 37 اخر دري يتيم تماما ماشي مشكل هذا، ودابا تقريبا عام وربع شهور هذه باش وعدنا السي وهبي باش يجيبهم وباقا حتى حاجه ما كاين. مؤخرا قبل رمضان اتصلت بي بنتي الصغيره من تليفون الاداره فين المخيم فين كاينين، قالت لي بان ترسات من رجلها وخصها دير عمليه وما كاينش كيفاش حتى نتصل بهم، يعني اتصلت بالاداره ما كيجاوبونيش، تنبقى نتسنى حتى يتصلوا هما. الاطلاق لحد الساعه باقي ما خديتوش. اما بالنسبه لعائلتهم اللي هما جداهم وخالتهم في فرنسا، باش نقول لك ما بقوش يجاوبوهم حتى في التليفون، قالوا لي حاولوا معاهم يتصلوا كما قلت لك من الهاتف ديال الاداره ما كيجاوبوهمش. مؤخرا اتصلت بجدهم قلت لهم علاش ما كتجاوبوهمش، قال لك جا عندنا البوليس حققوا معنا قلبوا لنا التليفونات. كيف ما قلت لك انا كنت انا السباق في هذه القضيه، انا اللي مشيت عند البوليس ماشي هما اللي جاوا عندي. من بعد الفرقه الوطنيه اتصلوا بيا من الدار البيضاء مشيت لعندهم، دازت شويه الوقت عاودوا اتصلوا بيا مشيت لعندهم، صافي كاع داكشي اللي بغاو عرفوا. واكيد الدوله ديالنا ماشي سهله في هذه المسائل هذا، وعارفين شنو تيديروا وعارفين اننا بعيد كل بعد على داكشي. والصراحه بوحدي متحمل العبء ديال كل شيء المادي والنفسي وكل شيء. انا ترسل لبناتي الحمد لله دير معهم مجهود على حسب استطاعته وصافي هادشي اللي نقول لك، ولكن بوحدي في المواجهه. هادشي كامل في يد الحكومه دابا وفي يد الدوله، ما يمكنش حنا نديروا شي حاجه حتى ولو بغينا كاع نسافر. مثلا انا بيرسونيل ماشي ما عنديش كيفاش ندخل لعندهم، ان المنطقه فين كاينين ماشي سهل باش يدخل لها الانسان، ماشي حتى في البلاصه فين تابعه للنظام السوري او ما في الشمال الشرقي ديال سوريا شدها قسد قوات سوريا الديمقراطيه. ما تنحملش المتشددين، كنت استغلني الدوله نقي لهم الدنيا من المتشددين. ما مستحيل تكرههم الدنيا قد ما تنكرههم، خصوصا هادو اللي تيستغلوا الدين ويقضوا به مآربهم الشخصيه ويوصلوا به للسلطه وما عرفتش يديروا به. من طبيعه الحال تتبقى رسالتي دابا للمسؤول الاول في البلاد صاحب الجلاله محمد السادس، الله ينصرك صاحب الجلاله، تنتوسل لك من هذا المنبر هذا باش تدخل وتجيب لي جوج البنيات لا ذنب لهم، مشاو في العمر ديال 8 سنين و6 سنين رفقه الام ديالهم لداعش، الام ديالهم مات هي والابن ديالي. يكفي اللي سفرينا، يكفي حنا مشينا في طريق المؤسسات وبغيت نجيبهم بطريقه قانونيه ولحد الساعه ما كاين والو. اكيد غادي تكونوا على علم بالاجتماع وباللجنه الوزاريه اللي دارت لتراسها السي وهبي، دابا اكثر من سنه وربعه الاشهر وباقي ما كاين والو، وتنترجاوك صاحب الجلاله تدخلنا باش تعطي الاوردر ديالك يجيو.